الصلح خير تجي نتصالح. هذا ما حدث في الخبر الجاي. رجل الأعمال اليمني حامد المقطري شارك مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف براك ومن ووالده. الخلاف بدأ عندما وجه الشيف التركي الشهير رسالة لمتابعيه يعلن فيها رفعه دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه من دون علمه. براك قال أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال أجنبي افتتح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعم. لكن يبدو أن المياه عادت لمجاريها وسوء التفاهم انتهى على خير. خلونا نقول بس انه الاب كان قاسي شوي على براك بانه قال يعني. ايه براك يمثل براك يبكي وبراك كذا وبراك لا في الاخر يقول هذا ولدي ترى والله كيف بشوف احنا ما ندخل بين العوائل كيف. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.